السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة طبخ ليلى. وصفتنا ديال اليوم أو الفيديو ديالنا ديال اليوم إن شاء الله غادي يكون عبارة على 4 ديال المقبلات دافئة كتجي لذيذة بزاف، مكونات جد بسيطة وكذلك صحية وسهلة التحضير. غادي نبداو بأول طبق اللي غادي نقدم لكم إن شاء الله، اللي هو الفول مشرمل. كيف كتشوفوا كيجي على هذا الشكل وكيجي لذيذ بزاف. كذلك غادي نقدم لكم هنا الخيزو، الزعلوك ديال الخيزو اللي كيجي حتى هو لذيذ بزاف. وغادي نقدم لكم الزعلوك ديال القرعه الخضراء. واخيرا البطاطا مشرمله بطريقه جد بسيطه وسهله. كنتمنى هذا الفيديو هذا نال اعجابكم. بلا ما نطول عليكم خليكم تشوفوا معايا المكونات مع طريقه التحضير. ما تنساوش تشاركوا في القناه وكذلك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. خليكم دابا تتابعوا معايا هذا الفيديو. غادي نبداو على بركه الله باول مقبله اللي غادي ندير ديال الفول المشرمل. كيف كتشوفوا هنا عندي كميه من الفول، نتوما كديروا الكميه اللي بغيتوا. غادي نحتاج كذلك شويه ديال القزبر معدنوس، ما نديرش هادشي كله، انا درت بزاف باش المقبله الثانيه شات ليا. غندير منو غير شويه. عندي واحد نص عصير ديال الحامضه، معلقه صغيره ديال الهريسه، شويه ديال الثومه محكوكه، شويه ديال البصله مقطعه طريفات صغار. انا راه قطعت كلشي بزايد باش يبقى ليا المقبلات اللي غادي ندير من بعد. كيف كتشوفوا غادي ندير غير شويه ديال البصله، ما غاديش ندير هاد الكميه كامله، قطع طريفات صغار. زيت الزيتون اللي غادي نحتاجو في جميع انواع المقبلات، بما ان دابا البرد كنحتاجو زيت الزيتون مزيان بزاف. وفي التوابل غادي نحتاج الكمون، سكنجبير، خرقوم بلدي، الابزار. غادي نحتاج كذلك تحميره، الملحه، وشويه ديال الزعتر. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج. ندوزو لطريقه التحضير على بركه الله. كيف كتشوفوا معايا خديت محله غادي ندير فيها اولا جميله، ممكن ديروه في الكوكوط الا بغيتو يطيب لكم بسرعه. غادي ندير زيت الزيتون. هاد المقبلات كلهم اللي غادي نعطيكم ممكن ديروهم غير في الكوكوط دغيا، كيطيبوا ما كياخذوش الوقت كثير. غادي نجيب شويه ديال البصله. كيف شفتوا عندي كميه كثيره، انا ما غاديش نديرها كامله، وكتكون تكون مقطعه طريفات صغار بزاف كيف كتشوفوا معايا. غادي نضيف شويه ديال الثومه، حتى الثومه كنكثروها شويه هي وزيت العود اولا زيت الزيتون. كنضيف لهم شويه ديال الملحه، وغادي نخليهم يتقلاو واحد شويه ونرجع معكم ان شاء الله. صافي دابا البصله راه تشحرات، غادي نضيف التوابل، شويه ديال الكمون، شويه ديال السكنجبير. كندير جميع التوابل كنديرهم، خرقوم بلدي، الابزار، التحميره. بالنسبه للزعتر ما نديروش دابا حتى الاخير، التحميره كنكثروا شويه باش تعطينا داك اللون. غادي نضيف كذلك شويه ديال الهريسه، ممكن ما ديروهاش على حسب الرغبه ديالكم. غادي نضيف شويه ديال عصير الحامض، وغادي نضيف الفول راه مغسول. غادي نضيف شويه ديال القزبر ومعدنوس، واخر مرحله هي انني غادي نضيف الماء ونخليه يطيب على خاطره. كيف سبق لي ذكرت ممكن ديروه في الكوكوط دغيا كيطيب 10 دقائق كيكون واجد.
دابا ضفت الماء كنخليه حتى كيطيب مزيان وكينشف من الماء عاد كنطفي عليه. دابا غادي ندوز المقبله الثانيه اللي غادي نديرها بالخيزو. هنا عندي تقريبا واحد نص كيلو ديال الخيزو اللي قشرته وقطعته طريفات صغار بالقلب ديالو. الا بغيتو تحيدوه حيت بان لي القلب ديالو ماشي داك اللي كيكون قاصح يعني رطب، داكشي علاش خليته. قطعتهم طريفات صغيورين كيف كتشوفوا. غادي نحتاج شويه ديال العصبر ومعدنوس، شويه ديال الثومه، شويه ديال عصير الحامض، زيت الزيتون، وغادي نحتاج في التوابل الملحه والكمون والتحميره. صافي هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج. ندوزو لطريقه التحضير. دابا خديت جميله غادي ندير فيها زيت الزيتون، كنكثروا دائما زيت الزيتون. غادي نضيف الخيزو اللي مقطع طريفات صغار. ممكن كذلك حتى هاد الوصفه ديروها في كوكوت باش تطيب لكم دغيا. غادي نضيف شويه ديال الثومه، تقريبا واحد جوج فصوص ديال الثومه يكونوا كبار. نزيد شويه. غادي نضيف شويه ديال الكمون، كنكثروا شويه العطريه، تحميره، وغادي ندير الملح على حسب الذوق. بالنسبه للقزبر ومعدنوس والعصير ديال الحامض ما غاديش نضيفهم دابا حتى الاخير، عاد غادي نضيفهم. غادي نحرك واحد شويه صافي، وغادي نضيف الماء ونخليهم يطيبوا على خاطرهم. ندير الماء الكافي فاش غادي يطيب لينا الخيزو. دابا غادي ندوزو ان شاء الله للنوع الثالث اللي غادي يكون بالبطاطا. عندي هنا تقريبا واحد نص كيلو ديال البطاطا اللي قشرتها وقطعتها مربعات صغار كيف كتشوفوا معايا. عندي جوج فصوص ديال الثومه محكوكين، شويه ديال القزبر ومعدنوس، شويه ديال الزيتون الخضر مقطع دوائر، وشويه ديال الحامض مصير حتى هو مقطع طريفات صغار. غادي نحتاج زيت الزيتون، الملحه، الكمون، الابزار، والخرقوم بلدي. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج ندوزو لطريقه التحضير. دابا خديت كميله غادي ندير فيها بطاطا مغسوله، غادي نزيد فيها زيت الزيتون كنكثروا شويه، غادي نضيف الملحه. دائما الملحه كتبقى على حسب الذوق، ولكن ما غاديش نكثر حيت الزيتون مالح. غادي نضيف الكمون، الابزار، شويه ديال الخرقوم باش يعطينا داك اللون الاصفر، غادي نضيف شويه ديال القزبر ومعدنوس، شويه ديال الثومه، غادي نضيف الزيتون و الزيتون الحامض مصير. صافي دابا ضفت كلشي، غادي يبقى لي اخر حاجه اللي هي الماء اللي غادي يطيب فيه، تقريبا واحد جوج كيسان ديال الماء. ما نكثروش الماء باش فاش طيب تجينا ناشفه كيف كتشوفوا. دائما ممكن ديروا هاد الوصفات كلهم في كوكوط باش يسهل عليكم يعني يطيب دغيا بسرعه. صافي دابا غادي نديرها طيب وندوزو نحضروا الوصفه الرابعه. دابا كيف كتشوفوا معايا الفول راه يعني طاب وشرب الماء، باقي غير شويه ديال الماء خصو ينشف تماما. غادي نضيف ليه شويه ديال الزعتر. هنا عندي الزعتر انا طاحناه، كتجي لذيذه بهاد النكهه ديال الزعتر، وغادي نخليه تينشف تماما. هما انا جميع هاد المكونات ديال هاد الوصفات اللي عطيتكم غتلقاوهم مكتوبين في صندوق الوصف باش يسهل عليكم تقيدوهم. دابا غادي ندوز الوصفه الرابعه والاخيره اللي غادي تكون عباره على زعلوك ديال القرعه الخضراء. غادي نحتاجو هنا واحد ثلاثه ديال القرعات الخضرات اللي كيكونوا من حجم كبير محكوكين، مطيشه كبيره مقطعه طريفات صغار،
شويه ديال القزبر ومعدنوس. غادي نحتاج شويه ديال الثومه، ما بقاش عندي الثومه الاخرى، غادي نستعمل هاد الثومه بودره. شويه ديال الخرقوم بلدي، تحميره، الملحه، الكمون، وشويه ديال سكنجبير، وطبيعه الحال زيت الزيتون. صافي هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج. وغادي نحتاج شويه ديال القزبر ومعدنوس. ندوزو لطريقه التحضير. دابا خديت كاسرونه، غادي ندير فيها كراعه خضراء، حكيتها في الحكاكه الغليظه، غادي نضيف لها شويه ديال الثومه بقات ليا، غادي نضيف كذلك بودره ديال الثومه، زيت الزيتون، زيت الزيتون ككثر شويه، كنضيف مطيشه كبيره مقطعه طريفات صغار، ممكن تحكوها، شي ديال القزبر ومعدنوس. بالنسبه للتوابل، الكمون، عرفتي اش توحشنا؟ شي مشترياتي. اذا ماشي مشتريات، هو ديرهم انت، ديري ليهم مشتريات، تشريهم ليا. صافي جاي، انت بغيتيهم غدا تما، مرحبا والف مرحبا الدراري. لا الماء الكوزينة، لا لا شي حويجات للدراري، شوية ديال سكنجبير، ما خسرنا الفلوس، هو خسر. شوية ديال التحميرة، واخا نصدعكم شوية حيت غنتوضا. لا هي صدعتينا، علاش جيتي الصراحة؟ كنا درت شوية ديال التحميرة، شوية ديال الخرقوم بلدي، غادي نعصر شويه ديال الحامض، وغادي نخلط كلشي مزيان ونخليه فوق البوطه. كنبقى نحرك فيه حتى كيتشحر شويه، وكنزيد واحد شويه ديال الماء، تقريبا نص كاس ديال الماء، باش طيب لينا هاد الكراعات، طيب لينا دغيا. كتشوفوا معايا بقيت كنحرك فيها حتى تقريبا قربت طيب ونشفات. دابا غادي نضيف شويه الماء باش طيب واحد شويه على خاطرها. صافي دابا من بعد ما طاب الخيزو كيف كتشوفوا ونشف من الماء تماما، كناخذوا يا اما فرشه اما هذه، وكنمعسو بحال هكا، راه طاب مزيان. دابا غادي نضيف ليه شويه ديال الحامض، كتشوفوا حامض كنعصرو على حسب الذوق ديالكم، وغادي نضيف كذلك شويه ديال القزبر ومعدنوس، وغادي نخلط كلشي مزيان. صافي الوصفه ديالنا ها هي واجده. صافي دابا غادي نحط الاطباق ديالي او المقبلات. غادي نبداو باول حاجه بدينا بها اللي هي الفول، كيف كتشوفوا الفول حتى هو راه نشف تماما، كيف كتشوفوا كنخليه حتى كينشف. غادي نحطو بصيل، غادي نزين بواحد شويه ديال الحامض، طبق ثاني ديال الخيزو كيف كتشوفوا. بالنسبه لهاد المقبلات ممكن تصايبوا منهم كميه كثيره الا كانت عندكم بحال الخيزو، اولا كان عندكم خضر كثيره وكديروهم في الثلاجه وقت ما، اولا حتى المجمد وقت ما احتاجيتوهم كتجبدوهم.
الطبق الثالث ديال او المقبله الثالثه ديال الزعلوك بالكورجيت. ممكن يتكالوا باردين او لا سخونين. غادي نزين بشويه ديال زبور مدنوس كتشوفوا. واخر طبق اللي هو ديال البطاطا كيف كتشوفوا كتجي على هذا الشكل، راه نشفات من الماء تماما وكتبقى شاده راسها. غادي نزين نتايب شويه ديال الزبور مدنوس. صافي هادو هما المقبلات ديالنا من بعد ما طابو، كيف كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل. كنتمنى هاد الوصفات هادو هنا اللي اعجبكم وتجربوهم. ما تنساوش تشاركوا في القناه وكذلك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد. خليكم وطلعوا ان شاء الله فيديو جديد مع وصفه جديده.